مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. نطالع فيه أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني. نبدأ من أحد الموضوعات التي لم يسبق تناولها على المستوى الإعلامي، حيث عنوان موقع المشاهد نت: اللاجئون اليمنيون في السودان يبحثون عن حقوقهم. قال أحد محرري الموقع: منتصف مايو عام 2015 كان موعد وصولنا للسودان كبلد مستضيف، قام بعد هذا التاريخ بمنح اليمنيين فرصة الدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة، ثم بمساواتهم بالسودانيين من حيث المعاملة. يضيف: استقبلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين طلبات لجوء من اليمنيين تعاملت معها بالتمييز ونقص في تقديم الحقوق. احتج يمنيون على حقوقهم الناقصة ونظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية. رفع اللاجئون اليمنيون لافتة صغيرة يطالبون فيها بحقوقهم وتم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. استدعت هذه الوقفة نزول مسؤول من المفوضية استدعى إخبارهم أن رسالتهم وصلت وسوف يتم النظر في مطالبهم، ولكن يجب عليهم أن يقوموا بإنهاء الوقفة. عن الطفلة لميس التي وقفت حزينة وعلى معصميها الصغيرين السلاسل أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء، مطالبة بالإفراج عن جدها السياسي المعروف محمد قحطان، عنوان موقع بوست في صفحته الرئيسية. حفيدة قحطان المكبلة تثير غضبا واسعا على ميليشيا الانقلاب في مواقع التواصل الاجتماعي. قال الموقع: أثارت صورة حفيدة السياسي البارز وعضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان تفاعلا واسعا من قبل السياسيين والناشطين والإعلاميين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت حفيدة القيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان وهي مكبلة ليديها بسلاسل حديدية تضامنا مع جدها المختطف لدى ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح منذ إبريل عام 2015، ومنذ ذاك الحين يرفض الحوثيون وحليفهم المخلوع الإفصاح عن مكانه أو مصيره أو حتى السماح لأسرته بزيارته رغم المطالبات الحقوقية للإفراج عنه. علق عدنان العديني نائب الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح بالقول: صورة حفيدة قحطان التي تحتج على تغييبه كل هذه المدة تمثل رسالة للشرعية والإنقلابيين على حد سواء. صالح والحوثيون أصولية السلطة وعصبويتها. تحت هذا العنوان كتب محمد عبد الوهاب الشيباني مقالا نشره في موقع تغيير نت، وقال في أجزاء منه: عملت الأنظمة العربية الوارثة للسلطة بعد الاستعمار والأنظمة الملكية وعلى مدى يزيد على نصف قرن على إعادة إنتاج آلية حكمها ضد رغبة الجماهير في الحرية والرفاهية وتحت لافتات الاستقلال وامتلاك القرار الوطني المستقل. عملت هذه الأنظمة على تقوية أجهزتها وتطوير وسائلها في القمع والإزاحة والمصادرة من أجل حماية دوائر الحكم التي تحولت بمرور الوقت إلى سلطة قاهرة تمتلك المجالين العام والسياسي دون أن تتيح للقوى الحية في المجتمع المشاركة في معادلة الحكم والإدارة إلا بمقتضى ضرورات التسويق للديمقراطية والتعددية التي برزت كحالة طارئة وفق حسابات توجب التعاطي معها من قبيل التكيف مع الحالة الجديدة التي اجتاحت العالم بعد سقوط جدار برلين وغرقه في مفاهيم سقوط الأيديولوجية ونهاية التاريخ وسيادة القطبية والعولمة. وما ينطبق من هذا القول على الحالة اليمنية ليس بالقليل، فالجمهورية التي وجهت لها أقصى الضربات بدءا من أغسطس 1968 وترتبت عليها الإزاحات المتعاقبة لقوى الثورة لتتكرس بدلا منها سلطة أصولية حاكمة من تآلف القوى المعيقة لمشروع التحول. والسلطة الأصولية تتجلى كحالة قابلة للقراءة والفحص حينما تتجمع في أيدي أشخاص قليلين غير منتخبين يمثلون القوى المؤثرة في الواقع ويستخدمون كل إمكانيات الدولة ومؤسساتها من أجل الاستئثار بكل شيء. الانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها الصحافة في اليمن
تابعها موقع وحدوينت وعنون في صفحته الرئيسية: خلال النصف الأول من العام الحالي 2016، نقابة الصحفيين ترصد 100 حالة انتهاك في الحرب الشرسة على الصحافة في اليمن. قال الموقع: أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها النصفي لوضع الحريات الصحفية في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2016 وحتى نهاية شهر يونيو، موثقة مسلسل الانتهاكات المستمرة تجاه الصحافة والصحفيين في بلادنا. ورصدت نقابة الصحفيين 100 حالة انتهاك منذ مطلع العام 2016 وحتى نهاية شهر يونيو الفائت، طالت صحفيين ومصورين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية. ووثقت النقابة 24 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة وإخفاء، و13 حالة تهديد وتحريض ضد الصحفيين، و12 حالة لاعتداء على صحفيين ومقار إعلامية وممتلكات خاصة، و13 حالة حجب لمواقع إلكترونية محلية وخارجية. لا حل للأزمة في اليمن إلا بالقرار الأممي. تحت هذا العنوان كتب أستاذ الإعلام في جامعة صنعاء وديع العزعزي مقالا نشره في الوحدوينت. وقال العزعزي: بالتأكيد نرغب بوقف الحرب وإنهاء معاناة شعبنا في كل مناطق اليمن وبشكل خاص في تعز، ولكن بحل عادل ومنصف لكرامة الدولة ودماء اليمنيين، وليس بحل يبقي القاتل ويعيده للحكم من جديد. الذهاب إلى القبول بخطة كيري كارثة جديدة لن تنهي الحرب، بل ستولد حروبا أبشع وأفظع إذا ما تجاوزت القرار الدولي 2216، وهي بالتأكيد تتجاوزه بحسب المعلومات المنشورة عن الخطة. أمريكا كل ما يهمها هو التوصل لحل سياسي يقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية ويعيد ملء الفراغ السياسي في اليمن. هذا ما يرد في تصريحات مسؤوليها، وبالتالي هم لا يهمهم أن يكون هذا الحل السياسي مبنيا على القرار الدولي 2216 أو حلا جذريا لأسباب الحرب. ولديهم استعداد بأن يتعاملوا مع أي طرف ولو كان ميليشيات طائفية كما حدث في العراق من أجل ضمان محاربة التنظيمات الإرهابية. وفي اليمن يستغل الانقلابيون قلق أمريكا وهواجسها الأمنية فيقدمون أنفسهم كداعم لمحاربة هذه التنظيمات، وبالتالي الحصول على رضا أمريكا ودعمها للخروج بحل سياسي يلبي رغباتها. على حكومة الشرعية أن تعلم أن انتصارها في استعادة الدولة وتحرير الوطن من الميليشيات الانقلابية لن يكون فقط من خلال الجانب العسكري وتحرير العاصمة وبقية المدن، وهو مهم، ولكن الأهم هو تقديم نموذج لبناء الدولة المنشودة في العاصمة عدن والمدن المحررة قولا وممارسة على أرض الواقع. إلى موقع مصدر أونلاين والذي عنوان: صحفي يمني يفوز بجائزة أفضل مراسل عربي للعام 2016. في التفاصيل، أعلن مجلس الوحدة الإعلامية العربي فوز الزميل محمد طاهر الشرعبي بجائزة أفضل مراسل عربي للعام 2016، وبحسب ما أعلنه مجلس الوحدة الإعلامية العربي في مؤتمر صحفي في الأردن، فقد حصل محمد طاهر مراسل تلفزيون الشارقة على جائزة أفضل مراسل صحفي للعام 2016 إلى جانب الصحفي أحمد البديري. يتابع الموقع: وكان محمد طاهر أصيب مطلع العام الجاري بشظية أثناء تغطيته للمواجهات التي تشهدها مدينة تعز. موقع يمن مونيتور: بعد توقف عام ونصف، اليمنية تطلق أولى رحلاتها إلى السعودية من مطار عدن. في التفاصيل، غادرت الأربعاء أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن صوب مدينة جدة السعودية في أول رحلة منذ أكثر من عام ونصف. قال مصدر في طيران اليمنية إن طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية اليمنية أقلت 128 مسافرا صوب مدينة جدة السعودية في أول رحلة للطيران اليمني الحكومي منذ توقفها في فبراير عام 2015، تزامنا مع الحظر المفروض على مطار صنعاء من قبل دول التحالف العربي. يضيف الموقع: والأسبوع الماضي أعلنت الخطوط الجوية اليمنية استئناف رحلاتها إلى السعودية بواقع رحلة أسبوعية ذهابا وإيابا كل يوم أربعاء. وقبل الانتقال إلى الصحافة العربية في أعدادها اليوم،
فاصل ونعود. عودة إلى برنامج كشك الصحافة، تحديدا إلى الصحافة العربية. تنوعت في متابعتها للشأن اليمني، حيث نشرت صحيفة العربي الجديد وعنوانة الصحيفة: الحكومة اليمنية توقف مدارس فتح الله جولن. تقول العربي الجديد: قررت الحكومة اليمنية إيقاف المدارس التابعة لزعيم حركة الخدمة التركية فتح الله جولن بناء على طلب من الحكومة التركية. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد ناقش مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الدوري طلب الحكومة التركية الرامي إلى إيقاف المدارس التركية غير الحكومية العاملة في اليمن، وأقر مجلس الوزراء بناء عليه إيقاف المدارس التركية. تتابع صحيفة العربي الجديد: تعد المدارس التركية من أكبر الاستثمارات التركية في اليمن، ويقع مقرها الرئيس في العاصمة اليمنية صنعاء، ولديها فروع في العاصمة المؤقتة عدن وفي مدينة تعز. صحيفة القدس العربي تابعت تدهور الأوضاع الاقتصادية والإدارية في صنعاء التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي. عنوانة الصحيفة: الحوثيون يواجهون تصاعد الاحتجاجات مع عجزهم عن صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري. قالت الصحيفة: يواجه الانقلابيون الحوثيون وحزب المؤتمر الذي يرأسه المخلوع صالح مصيرا مجهولا في ظل الحصار الخارجي الذي يواجهونه والاضطراب الداخلي الذي بدأ يتصاعد يوميا ضدهم بشكل مظاهرات في العاصمة صنعاء وسخطا على نطاق واسع، والذي ينذر بانهيار وشيك للانقلابيين. ذكرت مصادر محلية للقدس العربي أن أغلب السكان والموظفين في العاصمة اليمنية صنعاء ضاقوا ذرعا بتصرفات الحوثيين الانقلابية في كافة مرافق الدولة إثر تسييرهم للأمور بشكل فوضوي وغير مسؤول، متسببين في انهيار اقتصادي غير مسبوق في البلاد. قالت الصحيفة: إن الفوضى الحوثية في إدارة شؤون الوزارات والمؤسسات العامة وكذا في إدارة العملية الاقتصادية عبر البنك المركزي في العاصمة صنعاء أسفر عن أزمة مالية حادة اضطر معها موظفو العديد من الوزارات والمؤسسات العامة إلى النزول للشارع للتظاهر ضد الحوثيين. وأضافت المصادر: حاصر عشرات الموظفين في وزارة الأشغال العامة والطرق بوابة القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء صباح الأربعاء، ولم يتم فك الحصار عن القصر إلا بعد تدخل قبلي للالتزام باستجابة مطالب الموظفين. قال محافظ جزيرة سقطرى سالم عبد الله السقطري لصحيفة الشرق الأوسط: إنما يثار عن تأجير لجزيرة سقطرى محض كذب وافتراء، ولا يوجد أي نية لتأجير الجزيرة للغير مهما كانت المبررات. أضاف السقطري: نحن نرحب بجميع الأشقاء والأصدقاء للاستثمار والعمل فيها بالطرق القانونية والمشروعة عن طريق مؤسسات الدولة والهيئة العامة للاستثمار والسلطات المحلية في المحافظة. أفاد أيضا أن هناك رغبة كبيرة خصوصا من المغتربين اليمنيين في الخليج أن يستثمروا ويتواجدوا في سقطرى، والجزيرة ما زالت بحاجة لكادر مؤهل لإدارتها ولتنظيمها، وهو ما نقوم به حاليا. كتب محمد جميح مقالا نشره في صحيفة القدس العربي تحت عنوان مكاشفة، وقال الكاتب في أجزاء من المقالة: صراع الناس منذ القدم هو حول الثروة والسلطة، ولكن هذا الصراع يغلف تارة باسم الدين وأخرى باسم الوطن وثالثة باسم القومية والتاريخ. وما لم يتم التوافق على وسائل معينة للوصول إلى السلطة وتقاسم الثروة بشكل عادل، فإن الحروب ستستمر باسم الدفاع عن الوطن والدفاع عن الدين والدفاع عن الحسين وآل البيت وغير تلك من الاسطوانات التي مررت من تحتها أخطر المشاريع المناوئة لمصالح الأوطان والأديان. واليوم اليمنيون مقدمون على جولة أخرى من المفاوضات، وعليهم وحدهم أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون أن تكون بلادهم ملعبا للتجاذبات الدولية وأن يدخلوا مرحلة الحرب المنسية التي لا يهتم بها أحد إلا إذا تعدى ضررها حدود اليمن الطبيعية
أم أن أهل البلاد سيصلون إلى مرحلة ما بعد الشعار، ما بعد الخديعة الكبرى والكذبة الكبرى التي وظفت فيها الدعايات الوطنية والدينية لمصالح فاسدين ليس لهم علاقة بالقيم الدينية ولا المصالح الوطنية. إلى الصحف الإماراتية تحديدا الاتحاد، قالت في إحدى صفحاتها الجبير لن يسمح للحوثيين بالاستيلاء على اليمن. أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريحات للرويترز في بكين أن الكرة في ملعب الحوثيين فيما يتعلق باستئناف المحادثات من عدمه شيء لا يقبل الشك، والمؤكد أنه لن يتم السماح لهم بالاستيلاء على اليمن، وبالتالي سيتم الدفاع عن الحكومة الشرعية. تابع الجبير الفرصة المتاحة لهم هي الانضمام للعملية السياسية والتوصل لاتفاق من أجل مصلحة كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون. انتقد الجبير إيران قائلا نرى أن إيران تدعم الحوثيين في اليمن وتحاول الاستيلاء على الحكومة وتمد الحوثيين بالأسلحة وتهرب المتفجرات للبحرين والكويت والسعودية، ونأمل أن نعود لحسن الجوار مثلما كنا قبل ثورة 79. وأضاف تعديل إيران لسلوكها أمر في يدها. صحيفة الميان الإماراتية عنونت في صفحتها على لسان المبعوث اليمني إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي، الحوثيون يعطلون سلام اليمن. ولد الشيخ قال في كلمة أمام مجلس الأمن في جلسة مفتوحة خصصت لليمن استئناف المفاوضات اليمنية يتطلب الالتزام بوقف الأعمال القتالية والتهدئة على الحدود، محملا الانقلابيين الحوثيين مسؤولية تعطيل السلام بعد تشكيل المجلس الرئاسي. رأى ولد الشيخ أحمد أن تأخر التوصل إلى اتفاق في اليمن أمر بغاية الخطورة، لأن تنظيمي القاعدة وداعش يستغلان غياب الدولة، والسلام في اليمن أولوية وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم. شدد أيضا على ضرورة التهدئة على الحدود السعودية اليمنية من أجل استئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمن. في الشأن اليمني لكن في المجال الاقتصادي، عنونت صحيفة الخليج الإماراتية قائلة مصافي عدن تستعد لاستئناف نشاطها. تقول الصحيفة تستعد شركة مصافي عدن إحدى أهم القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية في البلاد لاستئناف عملها خلال اليومين المقبلين، وذلك بعد وصول أول شحنة مقدارها 66 ألف طن من النفط الخام على متن سفينة إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة غرب محافظة عدن قادمة من ميناء الضب النفطي في محافظة حضرموت. أكد مصدر في شركة مصافي عدن للخليج أنه سيتم إفراغ شحنة النفط الخام من السفينة، وسوف يتم ضخه إلى وحدات الإنتاج والتكرير لمباشرة عملها ولاستئناف نشاط مصفاة عدن بعد توقف دام عدة أشهر نتيجة عدم توافر النفط الخام. عاش أحد الكتاب الصحفيين تجربة مؤخرا كملاحظ في امتحانات في إحدى الكليات في جامعة صنعاء، وخرج منها بتدوين عدد من مشاهداته، قال فائز عبدو في جزء من المقالة ربما أقدمهم ذلك الرجل ذو الشعر الرمادي الذي كان يبدو وقورا وهو يؤدي اختبار مادة متبقية من العام 1991، حيث أخبرني خارج زمان الاختبار أنه أوقف دراسته وقضى سنوات في بلاد الاغتراب ثم انشغل سنوات أخرى في عمله الخاص حتى وجد أخيرا فرصة لاستئناف من قطع عنه طوال فترة ربع قرن، وذلك لغرض امتلاك الشهادة الجامعية حسب قوله. لقد أكبرت فيه مثابرته وحرصه على إكمال دراسته للحصول على الشهادة رغم أنه يدير شركته الخاصة، وشعرت بالأسف لأنني عجزت أن أكون مثله فأواصل ما أعاقتني الظروف عن بلوغه. أعلم أن كثيرا من الملاحظات التي تتضمنها هذه السطور على غير ترتيب هي مجرد انطباعات شخصية ومشاهدات لا أهمية لها. من الصدف المثيرة للاهتمام أن تكون اللجنة التي لاحظت فيها آخر يوم هي ذاتها التي بدأت منها عملي في اليوم الأول،
ما يجعل الأمر أشبه برحلة مدارية أعادتني في نهايتها إلى مبتداها، ممتلئاً بما أكسبتني إياه من فوائد جمة وما أضافته لي من تجربة ثرية وما نهلته عبرها وخلالها من دروس. السياسة المرسومة هي ختام الحلقة. كاريكاتير، مشاهدة ممتعة، وحتى ألقاكم إلى اللقاء.